اسمي نورة جلال علي، عمري 17 سنة، أدرس في المرحلة الثانوية في مملكة البحرين. موهبتي في الحساب الذهني السريع والتحليل المنطقي. كان عندي شغف في الرياضيات منذ الصغر، وكنت أحب أحل في المسائل الذهنية اللي تتحدى العقل والمنطق، وساعدت المدرسة في أني أنمي هالمهارة وأصقلها. أكثر من دعمني وساعدني في تنمية وتطوير موهبتي هما أمي وأبوي ومعلمات في المدرسة وعدد من الأهل والأقارب. عرفت عن مبادرة الموهوبون العرب عن طريق بريد إلكتروني وصل لأبوي فيه استمارة الموافقة على الانضمام للمبادرة، فتم التقديم عليها وتم تقديم المقياس بعد ذلك. انقسمت نتيجة المقياس إلى 3 مراتب: موهبة استثنائية وموهبة وواعد بالموهبة، وأنا ولله الحمد حصلت على المرتبة موهبة استثنائية، مما سيرشحني إلى الدخول إلى برامج تساهم في تعزيز مسيرة التعليمية. الحمد لله نتيجة الاختبار كانت مفرحة جدا بالنسبة لي، حيث أني توقعت أني أجتاز الاختبار بس ما توقعت أني أكون في موهبة استثنائية، وهذا الشيء عزز ثقتي بنفسي وعطاني نظرة تفاؤلية للمستقبل. كانت نتيجة الاختبار صدم مفرح بين الأهل والأقارب، وتلقيت التهاني منهم بهذه المناسبة. أطمح بعد هذه المبادرة بالوصول إلى أعلى المراتب العلمية وأرفع اسم بلدي في المحافل الدولية، وأسأل الله التوفيق والسداد لتحقيق هذا الهدف. هذه المبادرة ستسهل علي الوصول إلى طموحاتي العلمية، حيث ستقدم لي برامج تثري من تفكيري وتوسع مداركي، مما سيؤثر بشكل إيجابي على مسيرتي المهنية. في النهاية أحب أشكر الجهات اللي نمت وطورت من موهوبين، مثل مركز رعاية الطلبة الموهوبين في البحرين، وأيضا جهود الجهات المنظمة والتي كان لها النفع الكبير علي وعلى زملائي الموهوبين في الوطن العربي.